في مش يعني حتى إيهاب كان من الناس اللي هي كانت ليها فؤاد الإسماعيلي وليها علاقة في علاقة محترمة بيننا وبعض، لكن ده الطبيعي، ده الطبيعي بيحصل سوء تفاهم قبل كده في أي وقت مش منا، في أي ما بين أي جهاز حتى في أوروبا يعني. فده لكن في النهاية إخوات، في النهاية كل واحد بيسعى إن هو يجتهد مع فريقه، ولكن في النهاية أنا سعيد إن المدربين المصريين بيجتهدوا وبيحاولوا. فأنا منحاز لل طبعا المدربين الأجانب كلهم محترمين، لكن أنا بتكلم على المدربين المصريين لما بيجتهدوا وبيشتغلوا وبيوفقوا مع أنديتهم، دي حاجة كويسة. دي بالنسبة لل عايز أقول يعني الحمد لله، مش عايز أقول سوء التوفيق، لكن قدر ربنا إن إحنا كل يوم أو يعتبر كل ماتش أو كل قبل ماتش بفقد لعيب مهم. الناس لو تحسبها، والناس اللي في الاستوديو أو الناس اللي هيكلموا نادي الاتحاد، لو في حد، لو نادي تعرض في العالم زي نادي الاتحاد حوالي 12 لعيب، سواء 4 أجانب مش موجودين قاعدين في بلادهم، رغم إن مجلس الإدارة الأستاذ محمد مصلحي والناس ملتزمين في كل حاجة مادية، الإصابات من بداية من كريم ممدوح وشعبان ومحمود شعبان وكريم الديب واللعيب اللي كان بيفرق مع نادي، اللعيبه دي كانت بتفرق مع نادي الاتحاد، وبالاخص كمان سيسي والاربعه والثلاث اجانب التانيين، كل دولت مش موجودين. النهارده خالد الغندور من يعني لعيبه كلهم لعيبه مهمه، بس خالد الغندور اللي هو انا من وجهه نظري يعني من اللعيبه المهمه في مصر، ان هو ممكن قبل كده قلت ان هي وجوده في منتخب مصر مهم جدا. لو طمن عليك يا كابتن شاكر، يعني الكسر طبعا هيتعمل عمليه للاسف يعني، والحمد لله على كل شيء هيتعمل عمليه في كسر في العظمه بتاعت الوجه، ومحتاج ان هو الدكتور كلمناه عشان يعمل عمليه بسرعه. فمستنيين ان الورم اللي هيحصل ما بعد الورم يبقى لازم يتعمل عمليه. فبالتالي يعني انا فقدت كل اللعيبه مهمه، بس فقدت اللعيبه يعني ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله، لكن انا ما يستحملهاش نادي. يعني الانديه الكبيره بتاعتنا المحترمه اللي احنا زي من ضمنهم نادي الاتحاد، الانديه الكبيره بتنافس على القمه في بطولات افريقيا، لو واحد بس غاب مشكله كبيره، ونفضل نقول ان فلان النادي في بطولات افريقيا مهم جدا، اللعيب ده مهم. تخيل انت بقى انا كل ال 12 لعيب دول 4 اجانب واللعيبه المصريين واللعيبه المهمه اتعورت، فانا اجتهدت وانا اتعودت على كده. انا دايما اشتغل في الصعب، ودايما ربنا بيديني حاجه بتعب عشان تبان للناس حلاوتها، وانا راضي. والشغل في ظروف صعبه ليها رغم من التعب، لكن ليها متعه، ليها نجاح كبير اكبر من النجاح العادي.